اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الائمه او بعضهم من كتاب الكافي الشريف الحديث التاسع من احاديث هذا الباب عن محمد بن منصور قال سالته عن قول الله عز وجل واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فقال: هل رأيت أحدا زعم أن الله أمر بالزنا، وشرب الخمر، أو شيء من هذه المحارم؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها؟ قلت: الله أعلم ووليه. قال: فإن هذا في أئمة الجور. ادعوا أن الله أمرهم بالاعتمام بقوم لم يأمرهم الله بالاعتمام به فرد الله ذلك عليهم فأخبر أنهم قد قالوا عليه الكذب وسمى ذلك منهم فاحشة محمد بن منصور يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن هذه الايه {وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون} ذكرنا فيما مضى أن أكثر آيات القرآن لها شأن نزول ، لكن خصوصية المورد لا تخصص الوارد شأن النزول لا يخصص الآية في ذلك المورد غالبا، بل المتبع هو عموم اللفظ، يعني إذا اللفظ كان عاما، فيشمل ذلك المورد الذي نزلت الآية في شأنه، ويشمل غير ذلك، والله سبحانه وتعالى قادر على انزال القران جملة واحدة على رسول الله ليتلوه على الناس، كما انزل التوراة على موسى جملة واحدة، وكما انزل القران على قلب رسول الله صلى الله عليه واله في السنة الاولى من البعثة على قلبه في ليلة القدر، لكن الله سبحانه وتعالى امر الرسول ان لا يعجل بتلاوة القران لا تحرك به لسانك لتعجل به، وإنما أنزله مرة ثانية بالتدريج في خلال 23 سنة، في 23 سنة أنزله تدريجا. فالله سبحانه وتعالى لطفا بعباده أنزل القرآن بالتدريج، والمناسبات التي كانت تحدث في المجتمع وكان نزول الايه في ذلك الوقت اوقع في نفوس الناس، لان عندما تصير قضيه خاصه فنزول حكم في تلك القضيه يكون اوقع في نفوسهم، مما ينزل الحكم هكذا مجردا، فخصوصيه المورد لا تخصص الوارد. هذا ما ذكرناه في ما مضى وهو واضح هناك آية في سورة الأعراف نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وكان شأن نزولها أن المشركين أو بعضهم كانوا يطوفون بالبيت عرات يعني حينما يأتي إلى الحج مثلاً يريد أن يطوف حول الكعبة إذا عند الثوب جديد كان ينزع على الثوب القديم ويلبس الثوب الجديد وبالثوب الجديد يطوف حول البيت لكن إذا ما كان عند ثوب جديد ما كان يطوف بالثوب القديم وكانوا يقولون لا نطوف بثياب أذنبنا فيها فينزع الثوب القديم، ما عنده ثوب جديد كان يطوف حول البيت عاريا رجالا ونساء لا فرق في ذلك بينهم. فالله سبحانه وتعالى حول هذه الفعله في شأنها انزل هذه الايه "وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة شنو هي؟ الفاحشة من الفحش الفحش هو تجاوز الحد. لذا مثلا احنا نقول غلاء فاحش، يعني شنو غلاء فاحش؟ يعني متجاوز للحد. الفاحشة المعصية المتجاوزة للحد. لأن هناك صغائر وهناك كبائر. فهذا عمل تجاوز الحدود في القبح. قبيح وأقبح. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا يقولون إحنا هذه العادة متوارثيها من آبائنا زين آباؤكم لم يكونوا آلهة لم يكونوا أنبياء آباؤكم من وين جايبي والله أمرنا بها هذا الله أمرنا بها الاباء بامر الله كانوا يعملون ذلك ونحن نتبع اباءنا فنحن ايضا بامر الله اتباعا للاباء نفعل هذه الفعله القبيحه واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها الله سبحانه وتعالى في ردهم وبيان بطلان كلامهم ماذا يقول؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إذا شيء قبيح الله سبحانه وتعالى لا يأمر به وهذه الآية دليل على أن الأحكام إنما هي بحكمة تابعة للمصالح والمفاسد إذا شيء فيه مفسدة الله لا يأمر به إذا فيه مصلحة الله يأمر به إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون يعني إما جهلا تنسبون إلى الله زين أنتم ما سمعتم من الله آباؤكم أيضا لم يكونوا أنبياء أنتم أنتم تعترفون بأنهم لم يكونوا أنبياء فمن أين نسبوا أو نسبتم هذا الأمر إلى الله قول بغير علم أو هذه الكلمة بمعنى أنه الافتراء على الله، أتقولون على الله ما لا تعلمون بمعنى أتقولون على الله ما تعلمون بطلانه، لكن تبريرا لأفعالكم وأفعال آبائكم كذبا وزورا تنسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا شأن نزول هذه الآية في المشركين. الذين كانوا يطوفون بالبيت الكعبه المشرفه عراه، لكن كما ذكرنا شأن النزول لا يقيد الآيه بذلك المورد عاده، وإنما المتبع عموم اللافظ، فالآيه تشمل كل واحد يعمل الفاحشه. المعصية الكبيرة المتجاوزة للحد في القبح ثم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى هذا هم في هذه الأمة ماكو واحد يزني ويقول إن الله أمره بالزنا ماكو واحد يشرب الخمر ويقول إن الله أمره بشرب الخمر فإذا هذه المصادق من الفحشاء في هذه الأمة لا أحد ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى فالمصادق الذي في هذه الأمة منها أنه واحد يأتي ويعتقد بإمامة إمام الجور يتبع حاكما ظالما يعتبره اماما نقول كل ليش تتبعه؟ يقول الله امرني. هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. تشوف حاكم واحد فاسق فاجر ماكو منكر الا وفعله، ماكو معروف الا وتركه. اجا بقوه السلاح وبالاتفاق مع الشرق والغرب مثلا. قام بانقلاب عسكري استولى على السلطة تشوف بعض وعاظ السلاطين يتبعوه نقول ليش تتبعه؟ يقول الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ينسب اتباعه إلى الله سبحانه وتعالى والله لا يأمر بالفحشاء وين الله أمر أن تتبع حاكما ظالما فاسقا فاجرا استولى على السلطة بالسلاح وين الله قال الحق لمن غلب أولي الأمر منكم المعصومون عليهم الصلاة والسلام بعدين يقول منكم الفاسق الفاجر ليس منكم فقال هل رأيت أحدا الإمام يبين مصداق هذه الآية في هذا الزمان بعد انتهاء الجاهليه الاولى قال هل رايت احدا زعم ان الله امر بالزنا وشرب الخمر او اي شيء من هذه المحارم قلت له قال ما هذه الفاحشه التي يدعون ان الله امرهم بها يعني مصداق في هذه في هذه الازمنه قلت الله اعلم ووليه يعني ما ادري قال فإن هذا في أئمة الجور ادعوا أن الله يعني أتباعهم ادعوا أن الله أمرهم بالاعتمام بقوم لم يأمرهم الله بالاعتماد بهم الله ما أمرهم لكن نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ذلك فرد الله ذلك عليهم فأخبر أنهم قد قالوا عليه الكذب افتروا على الله وسمى ذلك منهم فاحشة الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام سأله الراوي عن قول الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال فقال إن القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر والباطن من ذلك ائمه الجور وجميع ما احل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك ائمه الحق اما شان نزول الايه فقد نزلت شان النزول في المشركين لكن كما ذكرنا شان النزول لا يقيد ويخصص الايه بذلك المورد وانما المتبع عموم اللفظ، فالايه تشمل ايضا غير المشركين ممن كانوا بهذا الوصف، المشركون كانوا يرتكبون كثير من الموبقات، من جمله الموبقات التي كانوا يرتكبونها انهم كانوا يتزوجون زوجه الاب إذا لم تكن أمهم. يعني أبوه عنده نساء، وحده أمه ما عليه شغل بأمه. لكن حينما كان يموت أبوه كانوا يتزوجون سائر زوجات الأب. علناً يتزوجون. وكانوا أيضاً بالخفاء يزنون واحيانا بالعلن الله سبحانه وتعالى سمى زواج امراه الاب بالفاحشه الباطنه وسمى الزنا الخفي بالفاحشه الظاهره حسب ما يذكر بعض المفسرين إنما حرم ربي الفواحش يعني القبيح المتجاوز في القبح البعض يقول كل الذنوب هي من الفواحش لأنها قبيح متجاوزة للقبح فلذا الله حرمها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الظاهر والباطن الامام عليه الصلاه والسلام. الامام الكاظم يبين ان القران له ظهر وله بطن. والظهر مراد والبطن ايضا مراد. والظهر يجب العمل به والبطن ايضا يجب العمل به. اكو بعض يترك الظاهر يقول اني علي بباطن القرآن هذا كفر تشوفه يشرب الخمر يزني يرتكب الموبقات يرتكب الفواحش يقول احنا مو تكليفنا بالظاهر تكليفنا بالباطن هذا كفر اذا زعم انه دين يعني مره واحد يرتكب محرمات وهو يقر بانها محرمات مثل كثير من فسقه المسلمين يشرب الخمر هو يقول انه الخمر حرام يقول بس احنا متعودين مثلا او يبرر اي تبرير اخر هذا مسلم لكنه عاص فاسق اكو واحد لا يقول هذه المحرمات محلله وظاهر القران ليس بمراد فهذا فيه تكذيب لله وللرسول والذي يكذب الله والرسول كافر فالذي يترك الظاهر ويتمسك بالباطن هذا عمله باطل. وكذلك بالعكس الذي يعمل بالظاهر ويترك الباطن الذي بينه الرسول وال الرسول عليه وعليهم الصلاه والسلام. طبعا احنا ما عندنا طريق الى الباطن، هذا بين قوسين نذكره. لانه شنو هو الظاهر؟ شنو هو الباطن؟ الظاهر يعني اذا واحد يعرف اللغه العربيه الفصحى هذا عندما يتلى عليه القرآن يعرف معناه بلسان عربي مبين ولقد يسرنا القرآن للذكر ولذا حينما رسول الله صلى الله عليه واله كان يتلو القرآن على اهل مكة المشركين وكانوا أميين كانوا يعرفون المعنى ليش؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب. نعم هو معجز لأنهم لا يتمكنون من أن يأتوا بمثله فصاحة وبلاغة ومن جهات أخرى من إعجاز القرآن. فالظاهر كل من يعرف اللغة العربية يعرف ذلك الظاهر. لأن الله يسره. لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. أما الباطن الباطن هو خلاف الظاهر لأنه إذا لم يكن خلافا للظاهر ما كان من الباطن هذا الله يريده أيضا لكن إحنا بعد ما إلنا طريق إليه شلون نعرف أن هذا الباطن لأنه خلاف الظاهر من وين تعرف أن هذا أراده الله سبحانه وتعالى فلذا الرسول لازم يبين والأئمة من بعد رسول الله أخذوا علم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبينوه. فلذا الانسان عليه ان يتمسك بالظاهر وبالباطن. الامام الصادق ماذا يقول؟ يقول: ان قوما امنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء. وجاء قوم من بعدهم فامنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا. ولا ايمان بظاهر الا بباطن، ولا بباطن الا بظاهر. زين، هذا الحديث الشريف في تاويل هذه الايه، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الامام شنو يقول؟ يقول المحرمات اللي موجوده في القران، حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير. وما وهل به لغير الله مثلا وامثال ذلك من المحرمات التي ذكرت في القران ظاهرها يراد حرمت عليكم الميته، الميته شنو هي؟ الحيوان الذي مات من غير تذكية شرعية افرض خروف مات بدون ان يذبح بالطريقة الشرعية، هذا يصير ميتة لحمه حرام لا يجوز أكل لحمه، فالظاهر مراد. حرم، حرمت عليكم الميتة والدم، الدم شنو هو؟ عندما أنت تذبح مثلا خروف، هذا الدم الذي يخرج منه، هذا السائل الأحمر، هذا حرام لا يجوز شربه، وهو نجس. الظاهر يراد. والباطن من كل حرام مذكور في القرآن أئمة الجور. حرمت عليكم الميتة مثلا، الميتة الظاهر شنو هو؟ الحيوان الميت هذا يراد فحرام عليك. الباطن شنو هو؟ إمام الجور، حرام عليك، حرام عليك يعني شنو؟ يعني حرام عليك اتباعه والاعتقاد به. لأن الحرمة تتعلق بالأفعال. فعل المكلف. فإذا أضيفت إلى الذوات يراد بها الفعل الذي يناسب تلك الذات. مثلا عندما يقول حرمت عليكم الميتة يعني شنو؟ يعني حرم عليكم أكل الميتة. عندما الآية تقول حرمت عليكم أمهاتكم يعني شنو؟ يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم. وهكذا فالظاهر التكاليف الموجودة التي يفهمها العرب الباطن ائمة الجور في حديث اخر عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول نحن اصل كل خير ومن فروعنا كل بر اصل كل خير منهم محمد وال محمد هم اصل كل خير كل خير يرجع اليهم ومن فروعنا كل بر هذه التي علموها الناس كل بر الناس تعلموه من محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام ومن البر التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ، والعفو عن المسيء، ورحمة الفقير، وتعاهد الجار، والإقرار بالفضل لأهله. فإذا سواء أصول الدين أو فروع الدين أخذت من الرسول وآله، عليه وعليهم الصلاة والسلام. فهم أصل كل خير، وكل بر أخذ منهم. وعدونا أصل كل شر. الذي يعادي محمدا وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام هو اصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشه فمنهم الكذب والنميمه والبخل والقطيعه واكل الربا واكل الربا واكل مال اليتيم بغير حقه وتعدي الحدود التي امر الله عز وجل وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا والسرقه وكل ما رافق ذلك من القبيح. فاذا الامام الصادق ماذا يقول؟ يقول: نحن اصل كل خير ومن فروعنا كل بر وعدونا اصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشه. بعد ذلك الإمام يفرع وكذب من قال إنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا واحد يجي يقول أنا موالي لأهل البيت أنا تابع لهم أنا من شيعتهم، الشيعة يعني شنو؟ يعني أتباع يقول هذا الكلام لكنه يرتكب المحرمات اللي هي فروع أعداء أهل البيت، فالإمام يقول هذا قد كذب، إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ما يصير واحد يقول أنا أحب الله وهو يطيع الشيطان. واحد يقول أنا أحب عليا عليه السلام وهو يطيع أعداء علي بن أبي طالب ما يصير هذا الشيء فالادعاء مع العمل لازم يكون متطابق هسه يمكن واحد تصدر منه هفوة لكن يتوب فورا يمكن والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله يمكن يصير واحد على كل حال تجي حاله ضعف يرتكب هفوه طبعا اذا قوى ايمانه حتى هاي الهفوات ما تصدر منه لكن فورا يستغفر الله سبحانه وتعالى اما اكو واحد يصر تشوفه يشرب الخمر باستمرار هذا مصر على الذن يرتكب الزنا باستمرار هذا مصر على الذنب، الايه تقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا ادعاء بانه من اتباع اهل البيت هذا ادعاء حسب كلام الامام الصادق: وكذب من قال انه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا عدوان يظهر يظهر في الامتحان الذين كتبوا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يقدم إلينا فإن لك جنود مجندة كانوا يزعمون أنهم يريدون أن يحكمهم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بس لما انقلبت الآية واستولى عبيد الله ابن زياد على الكوفة وقتل هاني ابن عروة وقتل مسلم ابن عقيل شافوا لا القضية صارت غير شكل فخذلوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلا القليل ليش خذل ليش خذلوا لذنوبهم هاي الذنوب في المواقع المفصلية تردي الإنسان في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا في يوم احد في غزوه احد تركوا موقعهم في الجبل وذهبوا لجمع الغنائم مع ان الرسول نهاهم نهيا صريحا عن ذلك قال لهم احنا انتصرنا خسرنا انتم تبقون في مواقعكم وما كانوا ناسين لانه رئيسهم عبد الله ابن جبير ذكرهم بكلام الرسول قال لهم ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه واله امرنا بان لا نغادر مواقعنا الاكثر غادروا ليش في هذا الموقع المفصلي عصوا الله والرسول انما استزلهم الشيطان يعني ازلهم اوقعهم انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يعني الذنوب السابقه في هذا الموقع المفصلي اردتهم فقال الامام الصادق ان القران له ظهر وبطن فجميع ما حرم الله في القران هو الظاهر لازم تعمل به والباطن من ذلك ائمه الجور وجميع ما احل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر لازم تعمل بجميع الاوامر صلاه صوم حج زكاه تعمل به والباطن من ذلك ائمه الحق يعني اتباعهم لازم تتبعهم والا واحد يصلي بدون ولايه هاي ما تفيده يصوم بدون ولايه ما لازم يصلي مع ولايه، يصوم مع ولايه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم ولاية محمد وال محمد وبراءة عدوهم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.